نفسك اكرم يوسف مدير العمليات المخاض للتيم ليدر بتاع التهريب فريق التهريب بنظام سيستم للتاكسي صح؟ بروفيشنال سيستم بروفيشنال التاكسي سيستم سيستم للتاكسي. تمام. طب الابليكيشن ده ابليكيشن موبايل هدفه ايه؟ احنا هدفنا الارتقاء بالمستوى المهني للتاكسي لسواق التاكسي عن طريق دورات للسواق، التنميه البشريه، تطوير السيارات نفسها. تمام. احنا مجموعه من شباب التاكسي قررنا ان احنا نغير نفسنا بنفسنا، وما نديش فرصه للشركات الدخيله على المهنه ان هي تنافسنا في اسلحتنا للبلدي كده. فاضطرينا ان احنا نواكب التطور. مجموعه مطورين جمعنا كلنا على بعض مع بعض، فكرنا في الفكره، حبينا نطور من نفسنا كلنا، ونضاف علينا حد تاني برضه شاب مصري مجتهد عايز يعمل منظومه وعايز يكبر المنظومه، معاه فكر اسمه سيستم، واحنا بروفيشنال عملنا اندماج وهو كمل معانا واحنا كملنا معاه، بحيث ان احنا نطلع النور ان شاء الله كلنا ونقدر نخدم المواطن المصري. تكلفة المشروع كام تكلف؟ والله التكلفه المبدئيه يعني مبلغ محترم كانت ضرايب. لا مش ضرايب يعني، ده يعني انتوا عملتوا الابليكيشن سيستم واطلقتوه على نظام اندرويد على نظام اندرويد على ان شاء جوجل، الله، على جوجل بلاي، وان شاء الله قريب هيبقى لسه هيبقى في الايفون ان شاء الله. اسمه ايه؟ بروفيشنال سيستم تك. بروفيشنال سيستم تك. شكرا يا فندم.